شكلت فترة انتشار جائحة كورونا أرضية خصبة لنشر الأخبار المزيفة، أخبار حول الفيروس ومصدره وكيفية انتشاره. واليوم يتناقل الناس مزيداً من الأخبار المزيفة حول اللقاح ونجاعته وسيناريوهات المؤامرة الكونية بعيداً عن العلم والواقعية. دعونا نستعرض مقالاً جاء في صحيفة دعوت أحرونوت وكتبه نداف إيال تحت عنوان تطعيم الكورونا وتجار الأكاذيب. وقد تناول المقال سياسة نشر الأكاذيب في فترة كورونا والمستمرة في فترة اللقاح. شبه المقال الوضع الحالي بسفينة تغرق وقال اللقاح هنا كما أن مؤشرات الموجة الثالثة أيضا هي هنا. إحساس الأمن المقترب يهدد بتضليلنا جميعنا. وكلنا على سفينة مصقوبة تمتلئ بالماء كل الوقت. وقد بات المسافرون منذ الآن يرون الشاطئ المنشود التطعيم ولكنهم لن يصلوا إليه. بناء على تقدير الخبراء فإن مئات المصابين بالفيروس سيدخلون المستشفيات في إسرائيل في وضع صعب في غضون أسابيع، ومن غير المستبعد أن يموت مئات آخرين حتى شهر شباط. واصل الكاتب هذه المقاربة بين الجائحة والسفينة قائلا وعلى السفينة يرقد الناس كل الوقت وينشرون الكذب ويصرخون لا يوجد شاطئ ولا ينبغي إخراج الماء من السفينة، لا يوجد مرض ولا يوجد وباء وشاطئ، الشاطئ الذي هو التطعيم خطير ومن الأفضل الغرق في بحر الكورونا. وجاء المقال بأمثلة على الكذب والتلاعب الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي. فمثلا تجد طبيبا يأتي بترجمة عن طبيب من خارج البلاد يحاول إقناع الجمهور بعدم وجود الفيروس، وفي لحظة أخرى ترى تغريدة عن عقم النساء التي يأخذن التطعيم، طبيبة إسرائيلية غير مختصة ترى أن التطعيم يسبب هشاشة العظام، وقال آخر يخرج ليحذر من التطعيم للأطفال، وطبيب آخر يقول أن التطعيم يحقن بروتينا في أجسادنا سيجعل الفيروس ينتحر، فلا يوجد بروتين في تطعيمات فايزر أو موديرنا والتطعيم لا يدفع الفيروس لينتحر. أن تقرر تلقي التطعيم أم لا هذا شأنك، أما أن تضلل الآخرين بأكاذيب لا أصل لها فهذا تجاوز لحد الحرية الشخصية. وفي هذا قالت الصحيفة هناك مواطنين لن يتناولوا التطعيم لأنهم قرأوا خبرا كاذبا، وسيكون منهم أيضا من سينقلون العدوى إلى الآخرين ممن سيموتون جراء ذلك. هذه نتيجة شبه حتمية للأكاذيب. أنتم تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي واحذروا جيدا من الأخبار الكاذبة. إلى اللقاء وكونوا بخير.